ابو قاسم الشربي دوز ولاية بلي تونس. تكونوا تشاركوني يوما من ايامي في رمضان. قبل ازالة الفجر اجتمع انا وعائلتي لتناول وجبة السحور ففيه بركة وصحة. بعد غفة جميلة استيقظت صباحا في كامل النشاط، وبما ان اليوم هو يوم عطلة اسبوعية فسأبدأ بتلاوة القرآن في جمعية العزيزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. ما أنه يوم مميز بالنسبة لي ففيه سأسلم أنا صديقاتي في الجمعية بجمع غرفة رمضان. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. ما نقص ماله من صدقة. ولم أنت في طريق العودة والآن بعد أن أعددت واجباتي المدرسية وأخذت قسطا من الراحة سأذهب رفقة أبي وأخي للمشاركة في التشكيلة التي تنظم في شهر رمضان. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي. أثناء العودة لا ننسى الجولة المعتادة في مدينتنا. وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرى. ليلة جولتنا لا ننسى إحضار ما لا يغيب عن كل مائدة في رمضان. الليجمي وهو شراب مستخرج من النخلة، فوائده كثيرة وطعمه لذيذ. وأيضا التمر الذي يميز مدينة دوس. وأيضا إحضار الخبز اللذيذ الذي تعده جدتي. أما الآن فقد حان وقت مساعدة أمي، أسأل الله أن يحفظها لنا. مما يميز رمضان في مدينتنا هو الفطور الجماعي للأطفال، ففيه نجتمع مع أبناء الجيران وأصدقاء الدراسة على مائدة الإفطار. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف. انطلق بعدها للعب في أجواء مليئة بالنشاط. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمع. أتمنى أن ينال إعجابكم وتزورونا وتشاركونا فرحتهم. صباح عيدكم مبروك.